كما كتشوفوا دابا غادي نفصل الجلابه من حسب النبات بالعقيق. فشنو درت انا؟ شديت الثوب حطيته على طول فوق الطبله ديال الفصاله كيف ما كتشوفوا. طويته خليته على الطول، ها هو الثوب يعني ها الباقي ديالو هنايا من اليوم فوق الطبله، يعني طويته بالطول، فاهمين؟ باش نديرو الفصاله ديال داخله خارجه، فاهمين؟ غادي نجي للجهه المسدوده، هانتوما كتشوفوا هاجو من الجهه المسدوده والجهه المفتوحه من لهنا، ها هي الجهه المفتوحه كيف ما كتشوفوا. كنبقى المهم الثوب كنحاول نقادو. شنو غادي ندير؟ كنجي للطرف ديال الثوب من هاد الجهه هادي، من الجهه المسدوده ماشي من الجهه المفتوحه، وكنحدد فوق الطبله الطول الكلي ديال الجلابه ديالي اللي خديت على السيده، كنزيدو 8 سنتيم ديال التكفيفه، كناخذها بعين الاعتبار، فاهمين؟ قلنا كنجي من هاد راس الثوب، الطرف الاخر راه كاين الجهه الاخرى يعني هذا مليوح فوق الطبله، هذاك هو غنخرجو منه الكمام ونخرجو منه. المهم ما علينا، خليكم ركزوا معايا غير هنا. كنبدا من هنا، من هاد راس الثوب، من هنا كناخذ الطول الكلي ديال الجلابه، وما كننساش نزيد عليه 8 سنتيم ديال التكفيفه، لان الجلابه كنكفوها بيدينا، ما كندوزوش عليها التكفيفه، يعني الا بغينا شي حاجه مخدومه مزيان نقيه ماشي سواقيه، فكنكفوها بيدينا 8 سنتيم ديال التكفيفه، فاهمين؟ من بعد ما خليت الطول بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، جاني الطول هنا فزيده عندها في الطول 134، 134 زائد عليهم 8 سنتيم ديال 8 سنتيم ديال التكفيفه جاتني 142، مزيان جاتني هنايا. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نطول الخط وغادي نبدا الفصاله ديالي من هنا، يعني غنبدا هنا العنق الكتف وغنهبط لتحت، لتحت اللي هو الحد ديالو هنا، يعني راه ماشي الطول ديال الثوب اللي مليوح من الجهه الاخرى من الطبله. كنظن هنا الشرح واضح. من الجهه المسدوده كنبدا من الطرف ديال الثوب، الطول الكلي زائد 8 سنتيم ديال التكفيفه، كندير واحد الخط هنا ونبدا الفصاله وانا هابطه، فاهمين؟ كنبدا الفصاله وانا هابطه، ماشي نبدا الفصاله وانا طالعه ليه. حتى لهنا حنا مزيان كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه، يعني البلاصه فين حددت الطول درت دخلت بالعنق 8 سنتيم، طيحت الصدر، هبطت بالتركيز ودرت ربع الصدر، وغنكمل الفصاله ديالي عادي بهذه الطريقه هذه. الا كانت شي حاجه ما مفهوماش خليوها ليا في الكومونتير، راني نشرحها لكم بلي ديطاي. انا شنو كندير دابا؟ كنحاول نختصر لي فيديو، ما نطولش عليكم، لانني ديجا حطيت هاد لي ديطاي هادي ديال كيفاش نطيح الصدر، كيفاش نرسم، المهم كيفاش نرسم الباترون اون جينيرال، ديجا كنت حطيتو ماشي مره ماشي جوج. ولكن الا كان شي حاجه مبهمه ما مفهوماش خليوا لي الكومونتير، انا غادي نعاود نشرح لكم من الاول، ماشي مشكل. نكمل الصاله ديالي، بغيت نخرج القطعه الخلفيه وباش نوريكم كيفاش نخرج القطعه الاماميه، لاني من بعد غادي نفصل هذه، منين غادي نكمل الرسم ديال الباترون غادي نقطعها، وهاد الطرف ديال الثوب هو اللي غنهزو ونقلبو من الجهه الاخرى باش نخرج الامام والخلف. غادي نقطع باش نخرج الامام والخلف، وانا نقول بلاتي نشرح لكم هاد القضيه ديال التجليل. قبل بما انني درت كيف ما كتشوفوا رسمت الامام، عفوا رسمت التركيز وطيحت بالكتب، انا شنو غادي ندير؟ بما ان السيده ما بغاش ندير لها داك الايفازي اللي جيبها مفصله، شنو درت؟ من بعد ما رسمت الربع الاول، يعني درت الربع ديال الصدر ودرت طيحت الكتب ديريكتومون، شنو درت؟ غنجي نيشان الجليل اللي كيكون عندي في الجلابه 40، شحال عندي هنا؟ غندير 40 ديال الجلابه كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. غنجي نيشان الجليل اللي تيكون في الجلابه 40 وغنحددها. جيت نيشان الجليل كيف ما كتشوفوا اللي كيكون اللي يعني في الجلابه تيكون 40، وحددتها بهذه الطريقه هذه، يعني هنا عندي 40. دونك من بعد لاحظوا معايا شنو غادي ندير. هاد البلاصه ديال التجليل حددت 40، ومن بعد غادي نجي لهاد البلاصه هذه باش غادي ندير جلابه مجموعه من جهه الصدر، يعني شويه ماشي مخنشه، وميم طو ماشي ديك الايفازي اللي كتبين لي ديفو ديال 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 الجسم، يعني ما كتبينش، ما كتجيش لاصقه. بلا ما نبقى نشرح بلي ديطاي، كنجي لهاد البلاصه هذه كنهبط، الا كانت السيده طويله كنهبط ب 6 سنتيم، كانت قصيره كنهبط ب 4 سنتيم. انا نوريكم كيفاش، طريقه بسيطه انا غنشرح لكم. نورمالمون ملي تكون انا تنشد العبارات وديجا حطيتها في الفيديو الاخرين، تناخذ الطول ديال الظهر هو اللي كيعاونني باش كنعرف الخط ديال الخصر، ما كندويش لك على ربع الصدر، كندوي على الخط ديال الخصر. الخط ديال الخصر هو اللي كيعاونني باش كندخل بداك الايفاز. انا غنشرحها لكم غير بالخشيبات.
دابا انا ملي كنجي كندير داك الايفازي في الجلابه كتجي لك الجلابه لاصقه على السيده، يعني ما كتجيش هو اونتر بارونتيز ما كتجيش شي حاجه اللي زوينه، كتجيبها مفصله مديفورميا، خصوصا الا ما كانش الا كانت السيده عندها البوازيد. كاين واحد القضيه اخرى وهو انه ما بقاتش حتى الامود، دابا ولات الجلابه ضغوات، ولكن كاينين بعض الفصالات اللي مثلا الضغوات ما تيجيش يعني زوين في هذا. فدونك حنا شنو غنديروا؟ غنجمعوا الجلابه واحد شويه من الفوق او ميم طون ما تبينش لنا لي ديتاي ديال الجسم ديالنا. فكيفاش غنديروا لها؟ هي نورمالمون كنا شحال هادي، اولا كاين دابا اللي كي اللي كيدير ديك الفصاله ديال كيدخل بداك كيخليها بحال هكا وكيدخل للخصر وعاد كيخرج للحوض، يعني في الايفازي كيجي شويه مع هذا مش حتى تما. دونك انا شنو غادي ندير؟ كما قلت لكم الا كانت السيده طويله كنهبط ب 6 سنتيم في هذا الخط، هذا كانت قصيره كنهبط غير ب 4 سنتيم، كنهبط غير ب 4، ومن بعد كنربط داك النقطه بداك الخط اللي كنت ديجا حددتو ديال الجلايه. انا نوريكم كيفاش. فهاد الحاله هذه السيده ما طويلاش بزاف كيف ما كتشوفوه، هبط ب 4 بهذه الطريقه شفتو. الا كانت طويله كنهبط ب 6 كيف ما كتشوفوا، كانت 4. انا في هذه الحاله اللي عندي انا عندي 4 هبط غير فهاد الحاله عندي السيده زعما ما طويلاش بزاف هبط غير ب 4، سينون كون كانت طويله نهبط ب 6 فاهمين. من بعد غنربط من هذه النقطه هذه وهاد النقطه ديال الجلي بهذه الطريقه هذه، من هاد النقطه ديال 4 سنتيم ربط الجلي فاهمين. بهذه الطريقه هذه تنكون حافظت يعني خليت داك اللفه ديال انني نجمع الجلابه شويه من الفوق، ولكن ما جمعتهاش ديك الجمعه الخايبه يعني نجيبها ايفازي حتى لهنا عاد نتم خارج لي هذاك الفصاله المزيره. بهذه الطريقه اللي تنكون فصلت الخلف غادي نقطعو باش نقلبو على الجهه المفتوحه ونخرج الامام والخلف ونخرج الربوعه الاماميين عفوا. من بعد ما قطعت الخلف كيف ما كتشوفوا داك الطروف اللي مفتوحين كانوا من هذه الجهه دفعتهم لوسط الطبله، وهو القطعه الخلفيه كيف ما كتشوفوا. في الاول كان الراس ديال القطعه يعني من هنا بديت العنق، من هنا بديت العنق والربوعه. دابا شنو غندير؟ غنجيبها وغنقلبها وغنبدا دابا من هنا غنحطو هنايا باش نفصل عليه يعني على الراس. هاد البلاصه هنا منين قطعنا الجلايل فاهمين، من هنا دابا غادي نحطو العنق من هنا ونديرو الربوعه الاماميين كيف كتشوفوا. غنحتاجو بالطريقه هذه هو جبت العنق من هنا كنخلي هاد البلاصه ديال الديفو اللي ديما تنقول لكم يعني ما نجيبش هاد الثوب ونحطو من هذه، انا هذا ديفو كيمشي بالسورجي ديجا. كنخلي هاد جوج سنتيم ديال هاد هذا وكنحط شتو قبيله كان الراس ديال القطعه كان عندي من هنا ديال الخلف، دابا لا كنجيب هذاك الراس ونحطو بطريقه معاكسه هنايا وغادي نبدا الفصاله من هنا. انا هابط يعني قبيله كان مسدود كيف ما كتشوفوا دابا راه مفتوح. هذه هي اللي تنقولوا ليها الفصاله بالطول ديال الثوب اللي كنت شرحت لكم كما قلت لكم داك النهار. الا كنت كنفصل شي حاجه يعني الا عندي شي طرف ديال الثوب واخا يكون طويل وعندي زواقه بالطول، فهذه هي الطريقه اللي خاصنا. الا كانت زواقه بالطول في الثوب خاصني نفصل بهذه الطريقه هذه، ما نفصلش بالتنكيس واخا يكون الثوب طويل. يعني بغيت نشيط منه ما صالحاش، خصوصا اللي كنت غادي نفصل جلابه اولا قفطان، لانه الا كان فيه الخطوط بالطول وانا قسمته بالعرض غادي يجي داك غادي يجيو ديك الخطوطه غادي يجيو على شكل دائري بحال انايا لابسه الثوب وهو مدور ما كيبقاوش خطوطات طوال. هذه هي الطريقه الصحيحه للفصاله، خاصني نمشي بشركه بطريقه طوليه فاهمين. ها هو من بعد ما كملت الفصاله كيف ما كتشوفوا، دابا هذه القطعه الخلفيه انا غنحيدها باش ندير تعديلات. هنايا قطعت العنق ديال الامل الهبطه، وهنايا غادي ندخل بواحد جوج سنتيم، هنا غادي نهبط بواحد جوج سنتيم ماشي غندخل، غندخل هنا بواحد جوج سنتيم يعني غادي ندخل خاويه، غادي ناكل هنا واحد نبقى غاده حتى نوصل لجوج سنتيم ونخرج عاوتاني خاويه. ملي كنقول كنخرج خاويه يعني ما كنعرفش الثوب ما كنديش معايا الثوب، هذا مكان وغادي يبقى لي القطعه الاخرى اللي كانت هي اللي كانت مرميه من الطبله من الجهه الاخرى، هذا غنخرج منها الكمام والقب. هانتوما اللي قصدت هاش نقصت يعني كندخل بخاويه كنبقى غاده وكندي كندي كندي شويه، يعني اعرض حاجه ممكن ناخذها هي جوج سنتيمتر وكنرجع عاوتاني وكندخل وكنبقى غاديه عاوتاني شفتو، كنبقى غاديه عاوتاني وكندخل. نحيد هاد القطعه هادي باش ما كيبقاش يجيني من جهه الصدر مخنشش، يعني بحال ماشي الثوب الثوب ما كيبقاش باش نقلب على المعنى الصحيح ما كيبقاش معبد كيبقاش ليا مخنشش ليا هكا تحت بعض
داكشي اش كندير. هذه هي سميتو هذا هو التحسينات اللي كندير، الفرق ما بينها وبين القطعه الخلفيه. القطعه الخلفيه كتبقى كما هي، باغ كونطخ الامام كان المهم كنهبطو هذه باش كيلصق القب، وهذا كنديرو على حساب ديك القضيه اللي قلت لكم باش ما كيبقاش مخنشش لينا من تحت الباط، مفهوم؟ انا نفصلو دابا، نجيو لهاد القطعه اللي شاطلينا باش نفصلو منها لكم. والقب ديال القطعه اللي شاطلينا هي في الاول كانت مضويه بهذه الطريقه هذه باش خرجنا من هنا الامام ومن هنا الخلف. فانا شنو درت؟ غادي نجي غادي نفتحها، غادي نطلقو، غادي نطوي بالعرض، يعني غنطلقو بالطول، يعني مشى بالطول غادي للجهه ديال الطبله، وغادي نطويه بالعرض باش نخرج الكمام ونخلي الجهه ديال القب كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نطوي القطع اللي غادي قدوني في الكمام، يعني ما نطويش كله باش ما نرزيش الثوب. انتم شفتوا يعني طويته بالطول اللي عندي، جاي عندي انا بالطول، وراكي راه شدت العرض ديال الطبله، وطويت القطع اللي غنحتاج، يعني الطرف الاخر خليته مليوح لاني غنخرج به القب عفوا، يعني كنطوي اللي غنحتاج، ما غنطويش اكثر من داكشي اللي غنحتاج بهذه الطريقه. يعني انتم شفتوا خليت هذا الطرف هذا على ود القب، ماشي نجي نطوي كامل على اربعه ونخرج عليه نبقى انا بلا قب. طويت اللي غنحتاج، فصلت فيه لكم باش يخرجوا لي جوج كميمات، طويته على اربعه، طويته على جوج، من بعد على جوج نخرج الكميمات. انتما خرجت الكميمات وخرجت القب. البنات لي فيديو ديال القب وديال الكمام راه عندي في القناه، اللي بغات تشوفهم باش ما نطولوش حنا الفيديو تقلب في لي فيديو ديال القناه غتلقاهم بالتفصيل.